افتتحت اليوم بقصر المعارض الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة الطبعة 21 للصالون الدولي للفلاحة وتربية المواشي والصناعة الغذائية سيبسا فلاحة 2023، وهذا بمشاركة نحو 600 عارض من 31 دولة تحضر السنغال ضيف شرف في الطبعة. الصالون الذي يدوم إلى غاية 25 من الشهر الحالي يهدف إلى تعزيز فرص التعاون والشراكة وإقامة شراكات استراتيجية في ميدان الفلاحة. إن مشاركتنا اليوم في الصالون الدولي سيبسا يدخل في إطار توطيد وتقوية العلاقات بين الجزائر والسنغال. الصالون هذا فرصة لتبادل واكتشاف آخر التكنولوجيات في المجال الفلاحي والصيد البحري، وكذا فرصة لتعريف الزوار بالفلاحة في السنغال. يشهد القطاع الفلاحي في الجزائر ديناميكية كبيرة نظرا للمكانة التي يحتلها اليوم في الاقتصاد الوطني، وباعتباره قطاعا رئيسيا بنسبة الأمن الغذائي كما ذكر سابقا. وبلغة الأرقام، يساهم القطاع اليوم بأكثر من 14.7% في الناتج الداخلي الوطني الخام، ويمثل أكثر من ربع اليد العاملة الناشطة بما يعادل 3.7 مليون عامل، كما بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي لسنة 2022 أكثر من 4500 مليار دينار جزائري، وما هو يساوي 35 مليار دولار في عام الحالي.